تاني في الليالي يا معذبو قوم يا حلو هالي يا مشنكلو شنكلو جننو ناموا هم وسهروا. انا كريم. كريم الحسين. كريم الحسين. كريم الحسين. اولاد حريم كريم فيلم تاني بيكمل بالشخصيات دي اللي هم الحريم وكريم والاولاد اللي اللي هم النتاج الطبيعي للزمن اللي عدى، يعني عدى 17 سنه 18 سنه، ففي شباب عندهم 18 سنه مظبوط ولا او 20 سنه، فاحنا بنلعب الفكره من خلال اولاد حريم كريم، هم حلقه الوصل بين كريم والحريم. تحمسنا طبعا جدا كلنا، وانا عن نفسي تحمست قوي لان انا من الافلام اللي بحبها جدا، الفيلم من الافلام اللي نجحت مع الجمهور جدا، الاغاني بتاعتها الناس فاكراها. انا اتفاجئت بالسيناريو، كان حلو قوي، يمكن مكتوب احلى من الجزء الاول كمان. في تطور في الشخصيات، اتراكتيف جدا. هتكلم عن الشخصيه بتاعتي، فيها نضج كده واختلاف عن الجزء الاول. انا سعيده بانه فرصة في اني ارجع تاني للتمثيل كانت من خلال الدور ده. اشمعنى انا حاطه لي توت بري؟ عشان انتي بشرتك حساسه. انا بالنسبه لي كان اكتر حاجه انترستينج، انا عمري ما كملت شخصيه خصوصا بعد مرور سنين، فكنت عماله افكر كتير وقعدت قرفت الاستاذ علي والاستاذه زينب، لانه احنا كان لازم نشوف الشخصيه دي لما هتكبر بعد العدد ده من السنين هتبقى نفس الشخصية شكلا ومضمونا ولا في حاجات اتغيرت. أنا سعيدة قوي بأولاد حريم كريم لأن الفيلم الأولاني حريم كريم كان له صدى كبير جدا وإيجابي عند الناس، وأنا بحب أتفرج عليه كل فترة، وأصلا كان وقتها حاجة مش سهلة أنك تجمعي كل النجوم دول في فيلم واحد. كان لي يوم حبيب أحلامي القمر فاتني لوحدي غريب بهالطريقة كشف لنا أبطال فيلم أولاد حريم كريم عن تحضيراتهم وساعدتهم بتصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم من بعد 18 سنة من عرض الجزء الأول. وبهاللقاء العفوي عرفنا منهم الاختلافات يلي رح تكون موجودة بقصة الفيلم. أجمل حاجة حصلت إنه بعد 18 سنة وشوية، لأنه ده إداني فرصة تبقى فيه دراما مختلفة، حياة جديدة. حصل حاجة بعد 17 سنة أو 18 سنة، في ناس جديدة بتظهر في الحياة، وفي ناس مش موجودة، اللي منها توفى، اللي منها حصل مثلا حالة طلاق مثلا، فجي حد تاني في أحداث الفيلم. يعني هم فعلا 18 سنة؟ إذا أنت عدتيهم؟ لا أنا بالنسبة لي 8 سنين 18 سنة يعني فالزمن اتغير والظروف اتغيرت، ودلوقتي بقوا أولاد حريم كريم الشباب بقى اللي هم أبطال الحلوين اللي معانا بقى، أيام قمر ورنا رئيس، ومعانا كمان مجموعة وجوه جديدة سعيدة ان احنا بنقدمهم من خلال الفيلم ده. على قد ما انا فرحانة وعمالة بقول 18 سنة انا لقيت ان الممثلات بالذات او مصطفى، طبعا مصطفى، كلهم كأن ما عنداش عليهم 18 سنة. ولا اجرام مش عايزه اقول لك من 18 سنه خالص كانه امبارح، بجد كانه امبارح. شاطر حزين وانا لاحزاني اسير. فكره ان الناس متشوقه تشوفنا بعد 18 سنه، فشكل العلاقات هيبقى عامل ازاي، هيأثر في الحدوته ازاي، ده العبقريه. الاستاذه زينب عملت شخصيات استمرارية ليها. أنا كممثلة مستمتعة جدا بدوري، بوعد الجمهور إن إحنا هنقدم له حاجة يعني يمكن أحلى كتير من حريم كريم الجزء الأول. في حاجات من زمان لكن في استقلالية حصلت، في روح زمان، في روح زمان، وفي النوستالجيا بتاعت زمان، وفي حنين لزمان. الفيلم بتدور قصته بإطار اجتماعي لايت وبيضم عدد كبير من النجوم يلي حكيوا لنا أكتر عن كواليس العمل، ومن الواضح جداً إنهم عم يستمتعوا بوقت التصوير. وحشة من 18 سنة كنا بنضرب بعض وكنا بنعض بعض وبنجيب بعض من شخصية. بتهزر مش حقيقي. دلوقتي برضو بنضرب بعض وبنجيب بعض من شعرنا وبنعض بعض، ولدرجة إن علا النهاردة طلبلنا سمك تأكله لنا. ده الانطباع اللي حصل في الكواليس، وحشنا بعض، حصل نضج في شخصياتنا بره التمثيل تماما، علاقتنا بقت احلى من الاول، فيها بقى
خبرات سنين فيها تقدير اكتر للزماله. انا حاسه ان احنا وحشين بعض، يعني ان احنا عملنا فيلم والحمد لله نجح، وان احنا بنعمل منه جزء تاني بس مضموم لينا شباب جينيريشن جديد، فدي حاجه لذيذه جدا. انا وخالد اشتغلنا مع بعض يمكن 4 سيزونز من يوميات زوجه مفروسه، انما انا ما التقيتش باي حد تاني من الفيلم. مبسوطه ان احنا بنشتغل تاني مع بعض. احلى حاجه ان احنا اتقابلنا تاني بالشكل ده، احنا بقالنا كتير كل واحد فينا بيتوه في شغله، الفيلم ده جمعنا تاني نهزر ونضحك ونشتغل مع بعض. بصي انا بتربطني صداقه اصلا مع فريق العمل كله، يعني بحس ان هم حابين يشتغلوا باهتمام وبحب، وحاسين انه المشروع بتاعهم وان هم عايزين ينجحوه. مش دايما الروح دي بتلاقيها في كل الافلام دلوقتي. يعني مش كتير عارفينه انه بشرى مش بس بتشارك بالعمل كممثله، ولكن هي كمان المنتجة للعمل والتوزيع روتانا ستوديوز. من الحاجات اللي حمستني جدا كمان بشرى، يعني سيبك من انها ممثلة جميلة ومعانا ودور جديد وحاجة مختلفة وحدوتة اضافة للفيلم، لا بشرى كعنصر فعال ومهم في الانتاج. يمكن لما بيبقى المنتج زميل او ممثل او فنان بيبقى حاسس اكتر بزمايله، وبيبقوا هم كمان عندهم حاله من الثقه. فانا دايما بشوف انه يمكن الممثل يمكن من اكتر الناس اللي لازم يهتم انه ينتج لما يبقى عنده فرصه، لانه دايما بيبقى لها طعم مختلف عن المنتج العادي. اللي محتاجه الفيلم هو اهم حاجه، مهم مصلحه الفيلم، الصوره تطلع ازاي، الاحداث تبقى ممسوكه ازاي، نقعد يوم بقى نقعد 10 مش مشكله خالص، المهم ان الفيلم يطلع في الاخر على احسن ما يكون. هو ده اللي مفرحنا كلنا بصراحه. مشكور طبعا في كده الشركات اللي بتتحمس لحاجه زي ده، سواء شركات الانتاج او شركات التوزيع، لان هم لازم بيتعاونوا مع بعض عشان يطلع مشروع او اصلا يعني مشروع يقوم.